كرم المنتدى الثقافي للشيخ محمد صالح بشراحيل رحمه الله بمكة المكرمة قدامى مؤذني الحرم المكي الشريف، وهم الشيخ علي بن أحمد ملا، والشيخ محمد بن علي شاكر، والشيخ محمد بن يوسف مؤذن، وذلك مساء يوم الثلاثاء السادس من ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة، في ليلة شهدت حضورا مميزا من المثقفين والمفكرين والأدباء. بالنسبة لهذه التظاهرات وهذه التكريمات التي يقوم بها منتدى الشيخ محمد صالح بشراحيل رحمه الله منذ عهد الوالد إلى هذا اليوم، فهو واجب إنساني وواجب وطني الحقيقة لا نشكر عليه، لأننا إذا لم نحتفي بأصحاب العلم وأصحاب القلم وأصحاب الفكر فنحن أمة لا تقدر علماءها وأدباءها على الإطلاق. بدأ اللقاء بالقرآن الكريم، ثم رحب رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور عبد الله بن محمد بشراحيل باسمه ونيابة عن رواد وأعضاء المنتدى بالمكرمين، والذين يعدون من الرواد الذين شرفهم الله برفع صوت الحق من أطهر وأقدس مكان. أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر أبناء أبانا الشيخ محمد صالح بشراحيل وأبناؤه الكرام الذين أتاحوا لي هذه الفرصة والمجيء، جزاهم الله خيرا على هذه اللفتة الكريمة وعلى تكريم الناس وعلى محبتهم الصادقة لكل الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والصلاح. وطالما حضر شيخ مؤذني الحرم فلا مندوحة من أن يسمعنا شيئا من صوته. بعد ذلك تم فتح مجال المداخلات من الحاضرين، والتي أجاب عنها الشيخ محمد بن علي ملا في أجواء روحانية جميلة. وفي الختام قدم رئيس المنتدى دروع التكريم وهدية المنتدى للضيوف المكرمين. بين الفينة والأخرى تبرز بعض المنتديات الثقافية والأدبية والفكرية بما تحمله من لمسة وفاء وعرفان لتكريم قامات أفنت حياتها في خدمة الدين والوطن، وغني عن الذكر ما تعكسه لمسة الوفاء هذه في نفوس المكرمين. لقناة إقرأ الفضائية، عبد العزيز القدير.